منذ اللحظة الأولى لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لسلطاته الدستورية، والمملكة تشهد قفزة نوعية هائلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات. ففي عام 1999 تم إطلاق مبادرة ريتش، وبحلول عام 2007 أصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد الأردني بنسبة نمو بلغت 50% سنوياً، حيث نمت عائدات القطاع من 60 مليون إلى 1.4 مليار دولار، وازداد عدد الوظائف في القطاع من نحو 1000 وظيفة إلى 17000 وظيفة، وارتفعت نسبة استخدام الإنترنت إلى درجة بلغت 11.4%، وهي واحدة من أعلى النسب بين البلدان النامية. تم في عام 2009 إطلاق شبكات الجيل الثالث 3G لتوفير سرعات إنترنت أكبر من ذي قبل. وفي عام 2014 تم إدخال تكنولوجيا الألياف الضوئية الفايبر، وتم في نفس العام أيضاً إطلاق شبكة الجيل الرابع للإنترنت الخلوي. وفي عام 2018 شهدت المملكة إطلاق شبكة الجيل الرابع المتقدم 4G Plus لأول مرة، التي تمنح مستخدميها أعلى سرعات للإنترنت عبر الهاتف الخلوي. أما بالنسبة للتعليم، فلقد وصلت نسبة المدارس الحكومية المتصلة بالإنترنت إلى 85%، وتم خلال السنوات الأخيرة توفير حوالي 100,000 جهاز حاسوب للمدارس ضمن إطار عملية إصلاح التعليم في الأردن، فضلاً عن الانتشار الكبير لتخصصات تكنولوجيا المعلومات لتصبح من أهم الكليات في جميع الجامعات الأردنية. وتجاوز الأمر ذلك لتشهد المملكة أيضاً تأسيس جامعات متخصصة في هذا المجال، وكان للشباب حصة كبيرة من رعاية واهتمام جلالته، حيث شهدت المملكة بروز العديد من الشركات الريادية الناشئة، والتي حققت نجاحات منقطعة النظير في فترات قياسية في مجالات التكنولوجيا المختلفة. استضافت المملكة في عهد جلالته العديد من المؤتمرات العالمية الهامة في هذا القطاع، شاركت فيها شخصيات وشركات عالمية لها خبرة طويلة في مجال تكنولوجيا المعلومات،